طيب دلوقتي هنتكلم بقى على الداتا كواليتي بروبلمز. انا عندي مشاكل الداتا كواليتي بتختلف من سنجل سورس للمالتي سورس، ده بيبقى فيه شوية حاجات مختلفة شوية عن المالتي سورس. بالنسبة للسنجل سورس مشاكلي بتكون على السكيما ليفل وعلى الانستانس ليفل. طيب بالنسبة للسكيما، مشكلتي في السكيما هتكون ايه؟ ان السكيما مش معمولة صح، يعني ده اكزامبل لمشاكل السكيما. في كولوم ملوش لازمة موجود، كولوم زيادة، كولوم ناقص، حاجات كده بالشكل ده. بالنسبة للانستانس ليفل، انستانس ليفل مشاكله في السنجل سورس داتا انتري. يعني ايه؟ يعني المفروض كولوم مثلا كله سترنجات، بياخد سترنجات مثلا، جت داتا انتري ام ايه حاطط لي رقم في الكولوم، او حاجة ليها سبيلنج معين كتب السبيلنج بتاعها غلط مثلا، او كرر روز وهكذا. مشاكل كلها ليها علاقة بالداتا انتري. بالنسبة بقى للمالتي سورس، مشاكلي بالنسبة للسكيما بتكون في الكونفليكت، زي ما كنا اتكلمنا في الفيديو الاولاني، حاجات نفس الكولوم في تيبلز مختلفة بأسامي مختلفة مع انهم بيدلوا على نفس الحاجة. وفي نوع تاني من المشاكل اسمه structural conflicts، ده هنتكلم عليه برضو، يعني النيمينج والستراكشر هنتكلم عليهم تاني. بالنسبة للانستانس ليفل بقى بيكون في ايه؟ في تجميع الداتا غلط، حصل اجريجيشن بشكل غلط، وده بيبقى راجع، لو فاكرين بيبقى راجع للجلوبال سكيما. الجلوبال سكيما بتاعتي ما كانتش مظبوطة، لان بيبقى ساعات ممكن نعمل اكتر من جلوبال سكيما، بس هو لازم استعمل واحدة. فانت ممكن تكون عملت جلوبال سكيما مش احسن حاجة، عملت جلوبال سكيما ضعيفة، فبالتالي لما تيجي تجمع الداتا تعمل اجريجيشن، الاجريجيشن ما يبقاش كونسيستنت، يبقى في مشاكل، في اماكن فيها نل، في فاليو وقعت منك، بلاوي زرقاء بتحصل لك في حالة ان الجلوبال سكيما مش مظبوطة. طيب السنجل سورس بروبلمز زي ما كنا اتكلمنا عنها، من الواضح من الكلام ان هي بتدبند على السورس نفسه، على حسب السورس اللي انت جايب منه. نفتكر حاجة، نفتكر ان الداتابيز دايما كانت بتفرض نظامها. يعني ايه؟ يعني الداتابيز لو لقيت في حتة وانت يعني وانت بتدور على الداتا بتاعتك، لقيت في حتة ان عندهم سورس داتابيز، هو احسن تشويس تاخد منه داتا. ليه؟ لان الداتابيز اكتر سيستم منظم في عملية تخزين الداتا دي، مش بياخد اي حاجة، لا لازم الحاجة تكون صح. يعني تعالى كده في داتابيز حاول تحط رقم في كولوم انت معرفه ان هو سترينج، مش هينفع، المكان ده ما بيقبلش غير سترنجات، كلام واضح. فبالتالي لو السورس مثلا داتابيز، ساعتها الدنيا هتبقى بالنسبه لك حلوه جدا. طيب لو للاسف السورس بتاعك ايه، سبريد شيتس او فايلز عاديه، الفورماتس العاديه اللي احنا بنتعامل بيها دي، مشكلتها انك ما تقدرش تتحكم فيها، هي مش سيستم، هي مجرد فايلات مكتوب فيها values، فبالتالي عرضة للغلط، بتبقى ميسي جدا. ايه المشاكل اللي انا ممكن اواجهها؟ قالك اول مشكلة هتقابلها ان الداتا مش فورماتد صح، الفورميشن بتاعت الداتا مش معمولة صح، الداتا ملعبكة في بعضها. ممكن تلاقي اصلا بعض الاحيان وانت بتحمل حاجة تلاقي كولومز بقت روز اصلا من كتر ما الداتا بايظة خالص. تاني حاجة الميسنج فاليوز، دي صباح الفل. ممكن الأسوأ كمان الميس سبيلنج، لأنك لو أنت محمل داتا كبيرة مش هتقعد تشيك كل انتري فيها، فبالتالي دي بتكون كارثة بالنسبة لك، إن في حاجة أنت بتدور عليها معينة ميس سبيلد مثلا. أنت عامل الداتا اللي أنت محملها دي فيها أسامي العواصم، بتدور على كايرو ملقتش كايرو، مع إنك متأكد المفروض يبقى فيه كايرو، تلاقيها مثلا ان هي اتحطت كارو مثلا. فبالتالي دي بتكون ازمة جامدة جدا في الفايلات اللي زي دي. ممكن يبقى الليجال فاليو نفس الكولوم اللي كنا بنتكلم عليه بتاع العواصم ده، وتحط فيه ارقام، تحط فيه فاليو عجيبة غريبة كده، هاش ومش عارف وعلامة تعجب ومش عارف ايه، لا
لان للاسف زي ما قلنا ماليش اي كنترول على الفاليوز اللي بتتحط. بكل سهوله ممكن ريكوردز يحصل لها دوبليكيشن، ده اخطاء الداتا انتري كنا اتكلمنا عليها، وحاجات بقى من النوع ده. التيبل ده بيلخص كل الكلام اللي احنا قلناه. ممكن كمان من الحاجه اللي ممكن مكناش قلناها لسه برضو، حته ان الفاليو نفسها يكون معمول لها انكودنج، الحاجات اللي هي بتبقى سريه المفروض او كده ساعات، يعني المفروض انك الاي دي مثلا المفروض ان انت تكون عامل له انكريبشن علشان تحمي الداتا المفروض يعني، ولكن المفروض ان انت طالما بتحمل الداتا دي سي اس في ما يبقاش معمول له كده، لانك مش هتعرف تفك الحاجه وهي معموله في سي اس في. فبالتالي كل دي من مشاكل الداتا كواليتي. التيبل ده ملخص كل المشاكل دي. طيب بالنسبه للمالتي سورس بقى، دلوقتي انت مشكلتك مع المالتي سورس تعال نفكر فيها ككونسبت كده، ان اول حاجه دي سورسز في اماكن متعدده، الناس اللي شغال عليها مختلفه وما تعرفش بعضها، فكل واحد شغال بدماغه. فبالتالي اول حاجه هتخبط في دماغك، انا هجمع الناس دي ازاي، انا ازاي هعمل سكيما مابنج او اعمل ترانسفورميشن حتى. ما هي المشكله هتكون في كده، هيقابلك المشكلتين اللي كنا اتكلمنا عليهم اللي هما النيمينج كونفليكتس، ده معناه ان نفس الاسم مستخدم لاوبجكتس مختلفه. زي ايه اكزامبل كده، انا بجمع دلوقتي الداتا بتاعه التعليم في مصر، فاخدت داتا من وزاره التعليم العالي وداتا من وزارة التربية والتعليم، جميل. في الاتنين الداتا دي عن الطلاب، في الاتنين كاتب لي ان الطالب student، في حين ان طالب المدرسة ليه attributes وطالب الجامعة ليه attributes مختلفة. يعني هما الاتنين المفروض ان هما student، بس في حالة الاناليسز اللي انا بعمله هما مش المفروض ان هما الاتنين نفس الشيء. ما ينفعش ان انت تقول لي ان ده student وده student، انا عايز افرق ما بينهم، لازم يكون في حاجه واضحه ما بينهم. لو جيت تجمع التو تيبلز مع بعض هتلاقي حصل كونفليكتس كتير جدا. بسبب ايه؟ بسبب ان طالب الجامعه مثلا عنده كولوم اسمه جي بي اي، طالب المدرسه ما عندوش حاجه اسمها جي بي اي مثلا، فبالتالي الداتا مش كونسيستنت مع بعضها. ليه؟ لان حاجتين فيهم اختلافات عن بعض، ده طالب جامعي ده طالب مدرسي، بتجمع لي الداتا بتاعتهم مع بعض، بتدي لهم نفس الاسم الاثنين، انت مدي لي الداتا مسميه ان ده وده student. تاني حاجة عندنا هي ال structural conflicts، وده عبارة عن ايه؟ ان نفس الحاجة واخدة different representation في كل مكان. زي الاكزامبل اللي كنا بنقول عليه ايه؟ بتاع ال ID، ان ال ID بتاعك في الكلية محطوط في كلهم اسمه student ID، في الجامعة محطوط اسمه ID بس، رغم ان الفاليو دي هي دي، ولكن اسم الكولوم هنا مختلف مع اسم الكولوم هنا، فبالتالي في مشكلة. ممكن هنتكلم عليها اكتر يعني بشكل اكتر قدام بوضوح اكتر من كده. كمان في ايشو تانية موجودة اللي هي ال entity resolution، دي برضه هتتشرح. وفي برضو الايشوز بتاعت الداتا كواليتي، ان هي بيبقى عندك بقى مشاكل في حتة ان في انفورميشن بايظة، حاجة ما ينفعش تبقى محطوطة، او وانت بتجمع التيبلز مع بعض مش عارف تماتش كل حاجة. زي ما قلنا ان ده وارد جدا يحصل من ساعة ما شرحنا الداتا انتجريشن. نيجي بقى للداتا كليننج، هنتكلم بقى دلوقتي في مشكلة الاوتلايرز. اول حاجه هنتكلم فيها في الاوتلايرز اليونيفاريت اوتلايرز، هتعامل مع فاريبل واحده، هتكلم مع الداتا من حيث ان في فاريبل واحده هو اللي فيه الاوتلاير، فبالتالي انا محتاج اطير الاوتلايرز دي. طيب اعمل ايه؟ هستعين بالستاتستكس. ازاي؟ هتريبريزنت الديستريبيوشن وتحاول تعرف فين الكوربت الداتا في الديستريبيوشن دي. في الفيجواليزيشن الحكايه بتكون واضحه، ولما تذاكروا المحاضره اللي جايه واللي بعدها ان شاء الله هتعرفوا الموضوع ده في البوكس بلوت، ازاي تطلع الاوتلايرز.
في طريقة تانية مش هتستخدم فيها الاستاتستكس، هتستخدم السنتر متريك. زي ايه؟ زي الميديان. هتستخدم حاجة اسمها كي بيرسنت تريند مين. هتعمل بي ايه كي بيرسنت تريند مين ده؟ بكل بساطة انت هتطير اقل كي في المية فاليوز واعلى كي في المية فاليوز. الكي دي انت بتحسبها او بتجيلك، وبعدين تبدأ تطير اعلى كي في المية واقل كي في المية فاليوز. طيب حاجة كمان، في حاجة بقى مهمة جدا اسمها ميديان. احنا قلنا ممكن نستخدم ميديان، ممكن نستخدم الكي بيرسنت تريند مين. الميديان في حاجة ممكن نستخدمها منه، حاجة اسمها ميديان ابسوليوت ديفيشن. ايه الميديان ابسوليوت ديفيشن؟ طيب واحدة واحدة كده. اول حاجة انت معاك داتا بوينتس، هتقوم عامل لهم سورت، جايب الميديان بتاعهم. طيب بعد ما جبت الميديان، هات الديستانس ما بين كل داتا بوينت وما بين الميديان. طيب جبت الديستانس ما بين كل داتا بوينت والميديان، هات الميديان بتاع الديستانس دي. هو ده الميديان ابسوليوت ديفيشن. يبقى هو عبارة عن الميديان ديستانس ما بين الاول فاليوز والميديان. طيب هستخدمه ازاي بقى في ان انا ديتكت الاوتليرز؟ هقول ايه؟ هقول اي داتا بوينت بعيدة بنسبة 1.48 ميديان ابسوليوت ديفيشن مثلا من الميديان، دي اوتلاير. تاني انا هربط كل حاجة على اساس الميديان. انا دلوقتي عرفت احسب الميديان ابسوليوت ديفيشن، يبقى اي داتا مثلا، احنا بنقول اكزامبل بس ده في الاغلب بيتم استخدامه لو انا اتأكدت ان الداتا اللي معايا دي نورمالي ديستريبيوتد. مش هينفع نستخدم الميديان ابسوليوت ديفيشن لو الداتا مش نورمال ديستريبيوتد. يبقى انا كل اللي انا عملته ان انا حسبت الميديان ابسوليوت ديفيشن ازاي. جبت الميديان، بعد ما جبته جبت الديستانس ما بين الميديان وما بين كل داتا بوينت عندي، وبعدين رحت جايب الميديان بتاع الديستانسز دي، وبعدين بعد ما حسبت كل ده بقى معايا دلوقتي ميديان ابسوليوت ديفيشن. ابدا على اساس الميديان ابسوليوت ديفيشن اللي انا حسبته ده، اقول ان اي داتا بوينت بعيده بنسبه 1.4826 مضروبه في الميديان ابسوليوت ديفيشن ده من الفاليو بتاعه الميديان، دي اوتلاير سواء بالبوزيتيف سواء بالنيجاتيف. طيب لازم نتاكد زي ما قلنا ان هي تكون نورمال ديستريبيوشن داتا. عشان نشوف حاجة زي كده طبعا ممكن تبلوت هيستوجرام. طيب في طرق تانية لو الداتا بتاعتك مش نورمالي ديستريبيوتد، زي ايه؟ انك تستخدم الديستنس. يعني ازاي استخدم الديستنس؟ تعالى مثلا في طريقة زي ال nearest neighbor، k nearest neighbor. حدد انت بدل الكي دي، حدد انت ديستانس معينه. قول مثلا ايه؟ ان انا هبص على لكل داتا بوينت حواليها كام نيبر في مسافه مثلا 5 على الاكس اكسس. طيب ولو عدد النيبرز بتوعها اقل مثلا من 2 او من 3 مثلا، يبقى دي اوتلير. فانت هتستخدم حاجة شبيهة مثلا بالايه؟ بالكي ان ان. فبالتالي في الديستانس بيست ميثود انت بتقول ان اي داتا مش حواليها نيبرز كتير دي اوتلاير. طبعا بيكون متحدد لك كرايتيريا معينة تحسب على اساسها. طيب في طريقة تانية اللي هي الدينستي بيست. الدينستي، علشان تجيب الدينستي، هي عبارة عن الافريج ديستانس للكي نيرست نيبر. يبقى دلوقتي احنا عارفين الالجوريزم بتاع الكي نيرست نيبر، فبالتالي اول حاجه انا عايزها دلوقتي الكي. طيب عرفت اجيب الكي، هتجيب الديستانس ما بينك وما بين الكي نيرست نيبرز بتوعك. طيب وبعد ما خلصت وجبت الديستانس دي، هات الافريج بتاعها، هو ده الدينستي. في حاجه تانية ممكن احسبها زي الريلاتيف دينستي، دي عباره عن الدينستي اللي احنا حسبناها دي
واقسمها على الافريج دينستي بتاع كل النيبرز بتوعي، واستخدم ساعتها ممكن الريلاتيف دينستي ان انا اقول هل النود اللي انا واقف عليها دي اوتلاير ولا لا. يبقى دي طريقة اخرى برضو اللي هي الدينستي بيست. ولكن مشكلة جامدة جدا ان معظم التكنيكس اللي احنا بنتكلم فيها دي هتبوظ معاك اول ما الدايمنشنز بتاعت الداتا تزيد. يعني ايه الدايمنشن بيزيد؟ يعني كولومز بتكتر، الداتا بتاعتي كولومز فيها كتيرة جدا، دي حاجة اسمها كيرس اوف دايمنشناليتي. فبالتالي انك تعمل لكل كولوم تقعد تشوف الديستريبيوشن بتاعه وبعدين على الاساس ده تختار انهي طريقة هتمشي بيها معاه عشان تطير منه الاوتلير مش هتخلص. فبالتالي حركة ذكية ممكن تعملها انك تعمل بروجيكشن للداتا دي على lower dimension space، تستخدم حاجة زي البي سي اي. فانت بعد ما تنزل الداتا بتاعتك من الهاي دايمنشن اللي هي فيه للور دايمنشن تقدر تديتكت الاوتليرز براحتك.